السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة هناخد تاني دروس الجغرافيا، وهو بعنوان اليابس والماء. يعني إيه يابس ويعني إيه ماء؟ هنتكلم عن اليابس على سطح الأرض والماء على سطح الأرض ونسبتهم، وهنتكلم عن أهمية اليابس وأهمية الماء. أول حاجة، يعني إيه يابس؟ اليابس يعني الأجزاء المرتفعة عن سطح البحر اللي المية ما وصلتلهاش. يعني ايه برضك؟ يعني ان الارض اليابس هي الارض اللي هي القارات اللي هي الجزر اللي الميه ما تقدرش توصل لها تغطيها. يبقى اول حاجه كده تعريف اليابس رقم واحد، هنتكلم عن اليابس هي الاجزاء من سطح الأرض التي لم تغطيها الماء، المية ما وصلتلهاش. زي إيه؟ زي القارات والجزر، زي القارات والجزر. وهنتكلم بالتفصيل شوية عن القارات وهنتكلم عن الجزر. تاني، يعني إيه يابس؟ كلمة يابس دي معناها إيه؟ هي الأرض. طب الأرض دي معناها إيه؟ معناها الأجزاء المرتفعة عن سطح البحر، أرض أعلى من سطح البحر. أما بنروح البحر كده نصيف بنلاقي أرض جنبها اللي هو الأرض الساحلية، المية بتيجي على اليابس على اليابس وترجع تاني، تيجي على اليابس وترجع تاني لأنها عالية، لأنها إيه عالية؟ اللي هو الشاطئ. المية بتروح رايحة على الأرض وترجع تاني للبحر. ليه؟ لأن الأرض مرتفعة. يبقى اليابس هي الارض المرتفعه، هي الارض المرتفعه عن سطح عن سطح البحر. يبقى هي الاجزاء، ما اقول لك يعني ايه يابس، هي الاجزاء من سطح الارض، الاجزاء من سطح الارض التي لم تغطيها المياه، اجزاء مرتفعه لم تغطيها المياه. زي ايه؟ زي القارات والجزر. زي ايه؟ زي القارات والجزر. طيب عندنا القارات، سبع قارات، سبع قارات كده هنشوفهم على الخريطه. عندي اسيا، اسيا، وعندي اوروبا، وعندي افريقيا، وعندي استراليا، وعندي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، والقاره القطبيه الجنوبيه اللي هي في الجنوب اللي هي بيقول عليها انتاركتيكا. انتار ايه؟ كاتيكا. طيب هم سبع قارات. تاني، السبع قارات دول اللي هم اليابسه، اللي هي اليابس اللي هي الارض اللي هي ايه؟ اللي هي سبع قارات. نحفظهم كده، اسيا، اسيا اكبر القارات، نعرف اكبر واصغر مهم جدا. يبقى اسيا اكبر القارات، و أستراليا أصغر القارات، يبقى آس وأوس. احفظها كده معايا، خليك معايا، آس أكبر القارات اللي هي آسيا. طيب أصغر القارات أستراليا، يبقى آس وأوس، آس وأوس، أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. آسيا أكبر القارات وأستراليا أصغر القارات. لما أجي أقول لك إيه أكبر القارة؟ آسيا، آسيا. طب اصغر القارات استراليا، استراليا، يبقى اس واوس. طب هم كام قاره كلهم على بعض؟ سبعه. كام قاره؟ سبعه، اسيا وافريقيا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا والقاره القطبيه الجنوبيه واوروبا. نعرف مكانهم على الخرائط، نعرف مكانهم على الخرائط عشان ممكن ايه اجيب لك خريطه ولا حاجه تقول اقول لك دي اسمها ايه، القاره دي اسمها ايه، القاره دي اسمها ايه، اجيب لك رقم كده على خريطه العالم واقول لك ان القاره دي اسمها ايه او القاره دي اسمها ايه. يبقى اسيا وافريقيا واوروبا واستراليا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه والقاره القطبيه الجنوبيه اللي هي في الجنوب، القاره المتجمده اللي هي معناهاش ايه حياه، ما فيش عليها حياه خالص لانها متجمده، بس بيعتبروها العلماء قاره لان ايه، لان الجليد متماسك وبيبقى فيها اكسجين وفيها مظاهر ايه، مظاهر الحياه. فهم عندنا سبع قارات، عدد القارات سبعه، وده مظهر من مظاهر اليابس. والجزر عندنا الجزر اللي موجوده في البحار اللي هي الجزيره، طبعا انتوا عارفين الجزيره اللي هي ارض محاطه بالمياه من جميع الجهات، زي جزيره مالطا، جزيره سردينيا اللي موجوده في البحر المتوسط، زي جزيره صقليه، وجزر ايه اللي موجوده ومنتشره في البحار والمحيطات اللي موجوده في الميه. طيب يبقى من امثله اليابس، اليابس اللي هي القارات وايه والجزر. طب يعني ايه قاره؟ انتوا شايفين دلوقتي، شايفين دلوقتي القاره ديت كبيره اهي، ارض جواها ايه؟ ها معايا؟ جواها ايه؟ مش جواها دول؟ جواها دول. يبقى هي ارض كبيره، مساحه من الارض كبيره، مساحه من اليابس كبيره، تضم عددا كبيرا من ايه، من ايه، ها، من الدول، زي قارة أفريقيا فيها مصر وليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب، دول كثيرة. يبقى القارة، ما المقصود بالقارة؟ معنى القارة إيه؟ يبقى هنتكلم كده تعريف القارة. القارات
هي مساحة كبيرة من الأرض توجد فيها يابسة، يعني دول توجد فيها يابسة، يعني دول توجد فيها، هي مساحة كبيرة من الأرض تضم عددا كبيرا من الدول. من ايه؟ من الدول. يبقى كل جوه قارة في دول كتيرة، يبقى عدد كبير، يبقى مساحة كبيرة من الأرض تضم عددا كبيرا من ايه؟ من الدول. وده أبسط تعريف للقارة. طيب يبقى القارات عرفنا معناها ايه. طيب الجزر طبعا عارفين ان هي مساحة من الأرض زي ما قلنا محاطة بالايه؟ بالمياه من جميع الجهات. دي معنى ايه؟ معنى اليابسة. طب أهمية اليابس، اليابس ده ليه أهمية؟ ليه أهمية. طب احنا بنعمل ايه على اليابسة اللي هي الأرض؟ بنشتغل على الأرض، مصدر لايه؟ للأعمال. وايه تاني؟ مصدر منتجات الإنسان، المنتجات بتاعتنا بنزرعها على الأرض، مش بنزرعها على البحار زي الزراعة، زي الثروة الحيوانية، بنربي الحيوانات اللي بناكلها وبنلبس الصوف بتاعها وبنستخدمها في الصناعة في من على اليابسة على الأرض، يبقى مصدر منتجات الإنسان. الإيه؟ منتجات إيه؟ منتجات الإنسان اللي بيستخدمها زي المنتجات الزراعية، منتجات الحيوانية، منتجات المعدنية، يبقى مصدر لمنتجات الإنسان. طب وإيه تاني؟ ونشاطه. وإيه نشاطه؟ اللي هو الأعمال بتاعتنا، أنا بشتغل على الأرض، أنت بتشتغل على الأرض، والدك بيشتغل على الأرض، مش يبقى أهمية إيه؟ أهمية اليابس، أهمية بما تفسر أهمية، هنتكلم عن أهمية اليابس. اليابس ده بنعمل عليه إيه؟ مصدر، قلنا مصدر لمنتجات الإنسان. إيه منتجات الإنسان؟ اللي هو الحاجات اللي بيستخدمها، زي إيه؟ منتجاته الحيوانية والزراعية والمعدنية. ومصدر نشاط الإنسان، أو مكان مصدر لنشاط الإنسان، مصدر لنشاط الإنسان هو الأعمال اللي الإنسان بيشتغل على إيه؟ معظم أعمال الإنسان على إيه؟ على اليابسة، على الأرض، اللي هي الأعمال اللي بنشتغلها كلنا. طب يبقى أهمية اليابس، أما أقول لك بما تفسر أهمية اليابس، مصدر لمنتجات الإنسان وما إيه؟ ومكان لنشاط الإنسان، مصدر لمنتجات الإنسان ومصدر وإيه؟ ومصدر أو مكان لنشاط الإنسان وأعماله إيه؟ الأعمال بتاعته اللي هو الشغل بتاعه يعني. طب يبقى اتكلمنا عن تعريف اليابس، واتكلمنا عن اليابس ده شكله إيه؟ قارات وجزر، واتكلمنا عن أهمية إيه؟ أهمية اليابس، وعرفنا اليابس موجود فين على خريطة العالم اللي هي السبع قارات اللي إحنا قلنا عليهم والجزر. طب بعد كده هنتكلم عن الماء بقى. الماء ايه هو الماء؟ هنتكلم عن تاني عنصر من عناصر الدرس بتاعنا النهارده اللي هو الماء. ما المقصود بالماء؟ الماء هي الاجزاء المنخفضه من سطح الارض التي غمرتها المياه. يعني ايه غمرتها المياه؟ يعني غطتها المياه، عباره عن احواض كبيره مملوءه بالمياه. زي ايه؟ أحواض. تاني، الماء هي، ما المقصود بالماء؟ الماء هي عبارة عن أحواض كبيرة توجد فيها المياه، توجد فيها المياه المرتفعات والمنخفضات. المرتفعات اللي هي الأرض، بسيطة جدا يعني، المرتفعات اللي هي إيه؟ اليابس. المنخفضات اللي مليتها المية، دي البحار والمحيطات، دي البحار وإيه؟ والمحيط، اللي هي المية على سطح الأرض. طيب المية موجودة فين؟ زي ما اتكلمنا عن اليابس والقارات والجزر على خريطة العالم، هنتكلم عن الإيه؟ الماء. موجود فين المية على سطح الأرض؟ بنتكلم عن المية اللي هي موجودة في المحيطات والبحار. طب عندنا البحار اللي موجودة فين؟ عندي البحر المتوسط، البحر المتوسط اللي هو بيفصل بين أفريقيا وأوروبا، اللي بتطل عليه دول شمال أفريقيا، ليبيا ومصر والجزائر وتونس، بحر متوسط. طب وإيه تاني؟ البحر الأحمر اللي موجود في مصر والسودان والسعودية، البحر الأحمر، يبقى من أمثلة البحار
امثله البحار، البحر المتوسط والبحر الاحمر. البحر المتوسط والبحر ايه؟ والبحر الاحمر. طيب وايه تاني؟ والخليج العربي. والخليج ايه؟ العربي. يبقى البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج، والخليج ايه؟ العربي. دي من امثله الايه؟ المسطحات المائيه زي البحار. طب المحيطات؟ المحيطات يعني اللي هي موجود عندنا خمس محيطات. المحيطات اللي هي المحيط، اكبر محيط اللي هو المحيط الهادي اللي هو موجود على الجنبين، لان الارض بتلف حوالين نفسها، هتلاقي هنا وهتلاقي هنا، المحيط الهادي والمحيط الهادي على الجنبين، وده اكبر المحيطات. وده اكبر ايه؟ المحيطات. زي ما خدنا كده ان قاره اسيا اكبر المحيطات، اكبر القارات، وقاره استراليا اصغر القارات. هناخد برضك المحيطات الاكبر والاصغر. المحيطات اكبر محيط اللي هو المحيط الهادي على الجنبين، تفتكر كده ان هو موجود على الجنبين، هنا وهنا على الجنبين. طيب المحيط، المحيط اصغر محيط، المحيط القطبي الشمالي. المحيط القطبي الشمالي اصغر محيط، اصغر محيط. طيب عندنا خمس محيطات، المحيط الهادي والمحيط الاطلنطي والمحيط الهندي شايفينه، والمحيط القطب الجنوبي والقطب الشمالي. يبقى قطب شمالي، قطب جنوبي، قطب شمالي، قطب جنوبي. الهادي تاني، خمس محيطات، خمس محيطات. المسطحات المائية الموجودة، البحار والمحيطات، قلنا البحار، البحر المتوسط والبحر الأحمر. طيب عندنا المحيطات، ايه هي المحيطات؟ المحيطات اللي هي المحيط الهادي والمحيط الاطلنطي والمحيط الهندي والمحيط القطب الشمالي والمحيط القطب الجنوبي. طب الاكبر والاصغر، الهادي والقطب الشمالي. القطب الشمالي اصغر المحيطات، اصغر المحيطات. والمحيط القطب، المحيط الهادي اللي موجود على الجنبين ده اكبر المحيطات. طب يعني ايه بحر ويعني ايه محيط؟ البحر هي مساحه من الارض، مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط. البحر، كلمة بحر معناها مساحة من الماء المالح أصغر من إيه؟ من المحيط، أصغر من المحيط، صغيرة. طيب المحيط، المحيط مساحة كبيرة من الماء، شاسعة، ذات أعماق كبيرة. طبعا كبير جدا المحيط، أكبر من إيه؟ من البحر. يبقى ما معنى البحر؟ يعني بحر مساحة من الماء المالح زي البحر الأحمر والبحر إيه؟ البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. طيب البحر مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط. طب المحيط، المحيط مساحة كبيرة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة، عمقه أكبر من إيه؟ من البحر. وعندنا خمس محيطات عرفناهم، وعرفنا الأصغر والأكبر. الأصغر المحيط الهادي الموجود على الجنبين، هادي، هادي يعني إيه هادي؟ هادي يعني ما بيحبش الدوشة، موجود على الجنبين، حتى قاعد على الجنبين أهو، بص شايفينه قاعد على الجنبين، موجود على الجنبين. ليه؟ بيحب الهدوء، بيحب إيه؟ الهدوء. على الجنبين هادي، هادي على الجنبين، اكبر المحيطات. طيب عندي المحيط القطب الشمالي اصغر المحيطات، اصغر ايه المحيط. مهم جدا نعرف الاكبر وايه والاصغر. طيب ما المقصود بالبحر؟ البحر مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط. يبقى هنتكلم كده عن تعريف البحر وتعريف ايه. قال ايه؟ البحر مساحه من الماء المالح أصغر من المحيط زي البحر المتوسط والأحمر. وعرفنا الأمثلة. طب المحيط، المحيط تعريفه معناه اللي هي برضك مساحة أو حوض مليء بالمية، مساحة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة، عمقه كبير، عمقه كبير. زي طبعا عرفنا ان هي امثله البحار وامثله ايه المحيطات. طب اهميه الميه، زي ما اتكلمنا عن اهميه اليابس، الميه ديت، الميه ديت اهميتها ايه؟ الميه فيها ثروات، البحار والمحيطات اللي فيها ثروات زي ايه؟ زي الاسفنج، زي اللؤلؤ، زي المرجان، زي الاملاح، وفيها نفط. يبقى اهميه الماء اخر حاجه ده هنتكلم عنها، اهميه الماء يوجد فيه ثروات، ثروات اقتصادية زي ايه؟ زي الاملاح، زي ملح الطعام كده، الاملاح والاسفنج والنفط اللي هو البترول.
يوجد به ثروات كثيره، زي ايه؟ زي الثروات اللي احنا قلناها دي، الاملاح والاسفنج والنفط. دي اهميه ايه؟ اهميه الماء. اهميه ايه؟ الماء. وطبعا الثروه اللي هي الكبيره اللي مشهوره جدا بالميه اللي هي الاسماك، اللي هي ايه؟ الاسماك، اللي هي الاسماك. يبقى عندنا ثروات موجوده في ايه؟ في الماء. ودي اهميه ايه؟ اهميه الميه اللي هي الاملاح والاسفنج والنفط وايه؟ والاسماك. طب نسبه الميه واليابس، نسبه الميه اليابس، اليابس شايفين كده، بص شايفين على الخريطه اكتر لون شايفينه ايه في الخريطه؟ ها، اللون الازرق. اللون الازرق اللي هو بيدل على ايه؟ على المسطحات المائيه. يبقى اكتر لون في الخريطه اللي هو اللون الازرق. حتى بيسموا العلماء اللي بتوع الفلك او الجغرافيا بيسموا الكوكب الارض كوكب المائي. ليه؟ لان اكتر من نسبه الماء اكتر من اليابس من الارض، بتمثل 71% من مساحه الارض. 71%، تخيل انت 71% من مساحه الكره الارضيه ميه. طب النسبه الثانيه اللي هي 29% يابسه، ايه يابسه، وده هناخده ان شاء الله في الدروس الايه القادمه، الدرس الايه اللي هو الجغرافيا المره الجايه ان شاء الله. هنكتب كده الواجب سؤالين، الواجب سين واحد اكمل رقم ألف أصغر القارات نقط وأكبرها نقط، رقم ب من أمثلة المحيطات نقط ونقط، اتنين بس. سين اتنين اذكر أهمية اليابس والماء. كده الدرس النهاردة بتاعنا انتهى، ومع تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.